السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم بغيت نشارككم معايا واحد الطاجين ديال الحوته. طاجين كلشي كيعرف الحمد لله، كلشي كافي طيب. انا بغيت نشارككم معايا الطريقه ديالي والمقادير اللي عندي، وطاجين ديال ولاد الشعب. المهم غنحتاجو، درت انا المطيشه قطعتها دواور، فلفله وحده دويره وخضره وحده مدوره، ودرت خيزو وبطاطا سلقتهم غير واحد الشويه باش ما شتوش طياب. خلاص درت الربيع قزبر ومعدنوس هنايا، والعطريه درتها كامله هنايا، ملحه والخرقوم والابزار وسكينجبير والتحميره كامون وواحد شويه ديال الملون. خلاص واحد ثلاثه ديال الثومه، مطيشه الحب وزيت البلديه. المهم دابا انا شديت المول، شديت المول درت فيه بصله قطعتها دواور، علاش باش ما تشديهاش الحال، حيت البصله كطلق شويه د الماء. غادي نحاول نفرش شويه ديال الخيزو، كيعجبني ندير هذه الطريقه ديال حاجه وحده. يا البنات اللي نسيت، هو الفلفله الحاره، وانا كتعجبني الفلفله الحاره. المهم غادي نحاول نفرشو، نفرشو شويه حتى البطاطا، باش تعجبني هذه الطريقه ديالي انا اللي كنديرها. نفرشها، غادي نشد الحوته ديالي، بعدا غادي نبقى نشرموها هي الاولى. شد طاسه، غادي ندير قزبر معدنوس، حيت درت بزاف انا باش ندير حاجه اخرى، نحتاج العطريه كامله. ثوما، الزيت، ناخد معلقه باش ندير حق مطيشه، حق مطيشه راكم عارفين الحوت اصلا الطاجين كيبغي حق مطيشه. صافي وغنخلط، نخلط هكا. وغندير معاه شويه ديال العصير ديال الحامض، ندير شويه ديال الحامض صافي ونخلط. درت شويه ديال الكنور ديال الحوت صافي. دابا غادي نحاول نزيد فيها شي شويه ديال الماء باش نشرمل. نسيت البنات حبي دايره طاقه الكاميرا، نسيت ما وريتكم كيفاش. المهم شرملت لها الطاطيه ديالها، زدت فيها شويه ديال لاصوص، ما درتش بزاف ديال الماء. صافي دابا غادي نشدو الخضره ديالنا ونستفوها، يعني ماشي شي حاجه صعيبه زعما، راه الحمد لله كلشي كيعرف يطيب. حاجه وحده اللي نسيتها هي الفلفله الحاره يا البنات، وانا كتحمقني الفلفله الحاره في الطاجين. نحاولوا نشدوا الفلفله هاد الحمراء، وعندي الصفراء، الصفراء ما كتعجبنيش، ما عندهاش حتى شي لوكود البنه ديالها سبحان الله العظيم. اهلا اهلا مالك؟ معليش على جات. المهم هكا غادي نديرو شي شويه ديال الحامض حتى هو دواور وصافي، وغادي نديرو الشرموله ديالنا ونديروها طيب. انا غادي نديرهاش في الفران مباشره، لا غنديرها فوق البوطه حتى نشوفها بدات تشربات شويه، وندير هاد الجمر من الفوق. هادشي اللي الطريقه اللي كندير انا، يعني ما كنديرش شي طريقه اخرى. صافي غنستفو الحامض وغنشدو لاصوص. لاصوص هانتوما راكم كتشوفوها خاطره، ماشي هكا المشاره شمات. البنات كيفاش كتشي لاصوص؟ شتوها؟ ما كنديرش انا، كندير لاصوص ثقيله
صافي غادي نديرها نغطيها ببابي الومنيوم وغنديرها فوق البوطه حتى تبغي ان شاء الله تشوفها نشفات. عاد ديك الساعات غادي نديرها في الفران تشمر شويه ونوريكم التقديم ديالها. خلاص البنات انا كنغلفها ببابي الومنيوم. علاش انا كنديرها ببابي الومنيوم؟ غادي نديرها فوق البوطه علاش باش داك الصهد ديالها كيطلع على الالومنيوم وكيرجع على الخضراء وعلى الحوت، حيت راه كل مشتو ما درتش لاصوص بزاف غير شويه، يعني كيرجع داك الصهد عليها وكطيب عاد ديك الساعه تشيها في الفران. المهم دابا انا غلفتها وبقاو معايا انتوما البنات. دابا راني درتها غير فوق البوطه باش تقولوا راني درتها في الفران فوق البوطه. هيا شاعله البوطه عليها، ايوا ان شاء الله من غادي توجد غنوريكم كيف ندخلها الفران باش تجمر. المهم بقاو معايا ما تمشيوش وبالصحه وراحه، مرحبا بكم. المهم البنات هذا هو الطاجين ديالي، حيدته من فوق البوطه درته في الفران. انتما حتى لاصوص كاينه خفيفه، يعني باش كتجي ما درتلهاش الماء بزاف وحشيتها في الفران جمرت غير شويه، مابغيتش تجمر حرقها. راكم عارفين ولادي وليداتي انا ما كيبغيش داكشي محروق. ايوا بالصحه والراحه. الحوته ديالي راها طابت، ها هي طايبه شفتوا، ها فين ذوقها بنينه. المهم بنينه. ودابا حنا عندنا البرد، كاين البرد الجو ديال الشتا طيح، ايوا بصراحه خص طويجن. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا طريقه بسيطه ومتواضعه وبصحتكم وراحتكم، وسمحوا لي انا كتشي وحده كتوحد. المهم البنات دابا انا زيت الحوت حطيته في الطبسيل. بالنسبه لاصوص انتما كما كنقول لكم شتي ما كتلصقش انتيا، وخليت فيها شويه ديال لاصوص باش كتجي بنينه. اما الا كتكون فيها بزاف ديال الماء ما كتجيش بنينه، وانتما راه ما لصقات ما تحرقات. ديما ديروا البصله شويه ديال خيزو وبطاطا وديروا لاصوص ديالكم خفيفه نقصوا البوطه. هذا هو الشكل ديالو، كنتمنى يعجبكم. ما تنسوش اللايكات.